أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. شنت أحزاب يمينية ووسائل إعلام نمساوية حملة على السوريين بادعاء أنهم يحصلون على مساعدات اجتماعية مرتفعة، في الوقت الذي كشف فيه تقرير لوزارة الاندماج أن 70% من السوريين يعملون ويدفعون الضرائب. جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات زعيم حزب الحرية النمساوي هيربرت كيكل تعهد من خلالها بزيادة عملية ترحيل المهاجرين في حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقبلة. لا تفوت الأحزاب اليمينية في النمسا أي فرصة للتحريض على اللاجئين خصوصا السوريين، وآخرها الادعاء باستغلالهم لنظام مساعدات الحد الأدنى للمعيشة بعد نشر الإعلام خبرا عن عائلة سورية مكونة من 9 أفراد تلقت مبلغ 4600 يورو شهريا من المساعدات. الأحزاب اليمينية تستغل هاي الأخبار لتضرب عدة عصافير في حجر واحد، فهن بيجيبوا عن سؤال أين تذهب الضرائب اللي هو سؤال مهم عند المواطنين، وتاني نقطة أنه هن بيحاولوا قدر الإمكان أنه يحرموا غير المواطنين من هي الأموال وأنه تروح فقط لمواطنينهم، وبذلك بيزيدوا شعبيتهم عند هدول الناخبين. تشير الأرقام النمساوية إلى أن عدد السوريين في البلاد بلغ 95,000، بينهم 30,000 حصلوا على الحماية واللجوء منذ 2 أو 3 ويستفيدون من مساعدات الحد الأدنى للمعيشة لكونهم في مرحلتي تعلم اللغة والتأهيل المهني. اللاجئين الذين أتوا من حرب واستطاعوا خلال 4-5 سنوات الاندماج في سوق العمل، تحقيق هذه الأرقام فهذا رقم غير مسبوق في سوق العمل في النمسا، لوافدين وفدوا قادمين من حرب، قادمين بصدمة نفسية أو صدمات نفسية واستطاعوا الاندماج بسوق العمل والوصول بالأرقام إلى هذا المنسوب. نحو 70% من السوريين الذين وصلوا النمسا منذ عام 2015 تخلصوا من المساعدات الاجتماعية وباتوا من دافعي الضرائب، متخطين صعوبات عديدة في درب الاندماج الطويل. التأخر في إجراءات اللجوء، حيث يبقى طالب اللجوء ينتظر ما يقارب 1.5 سنة حتى يحصل على حقه في اللجوء أو الحماية الثانوية، وبعد ذلك تبدأ مرحلة كورسات الاندماج وتعلم اللغة التي تكون بمعدل وسطي 3 سنوات، وبعدها يبحث طالب اللجوء عن مهنة يتعلمها حتى يتمكن من خلالها الدخول إلى سوق العمل. هذه الحملة تخللتها اتهامات لمكتب العمل بالتقصير في إيجاد وظائف للاجئين، وأخرى لمقاطعة فيينا بتشجيعهم للحصول على المساعدات وسط تجاهل للمعوقات البيروقراطية والقانونية التي تبطئ من دخولهم سوق العمل بحسب ما ذكرت جمعيات مختصة بشؤون اللاجئين. ولمتابعة تفاصيل هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من فيينا عبر خدمة سكايب الصحفي أحمد مراد. أستاذ أحمد، بداية أهلا بك في هذه النافذة الإخبارية. ما وراء مطالبات مسؤولين وأحزاب نمساوية يمينية بتقليص المساعدات الاجتماعية المقدمة للاجئين وخصوصا السوريين؟ تحية أستاذة أمينة ولجميع السادة المشاهدين والمتابعين على سوريا تي في ولكادر العمل. يعني صراحة هذا المسألة صراحة أصبحت كما يقال بايخة جدا ومائعة للغاية بالاستغلال الذي عم نشاهده، ليس بداية بوسائل الإعلام صراحة الصفراء، وليس أخيرا بالأحزاب اللي فعليا عم تحاول تستغل هذه المسألة، وكأن هذه العائلة السورية وغيرها الكثيرين حصلوا على هذه المساعدة من الاحتيال أو سرقوها من مكان معين أو لربما حصلوا عليها بطريق غير مشروع. من قدم هذه المساعدة هي مدينة فيينا، هي وزارة الشؤون الاجتماعية، هي آلية حسابية تنطبق على الجميع بغض النظر إذا كان سوري أو نمساوي. فبالتالي مع الأسف الشديد يعني عندما تم تقديم هذه الرقم إلى المجتمع النمساوي، إلى القارئ في الإعلام، في وتم استغلاله صراحة بكل الاتجاهات حتى غدا يعني شعارا انتخابيا لحزب الشعب يمين الوسط
بصراحة مع الأسف الشديد. يعني هذه القضايا اعتد عليها في النمسا والعديد من الدول الأوروبية كما تفضلتم في بداية يعني عرضك للأحداث على برنامج المهجر اليوم، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أصبحت اليوم تحاول أن تقيد الميزات لطالبي اللجوء للحاصلين على حق اللجوء، إن كان في النمسا، في هولندا، في ألمانيا، في العديد، خاصة في السويد أيضا. فبالتالي دائما ما قبل الانتخابات هذا ما نسمعه، ولكن ما بعد الانتخابات عندما يكون هناك صدور الانتخابات ونعرف وندرك من هي الأحزاب التي ستأتلف فيما بينها، هناك يصدر البرنامج الانتخابي، وقتها طيب أستاذ محمد سوف سوف نعود إلى الحديث في هذه النقطة تحديدا وعن استخدام الأحزاب اليمينية في أوروبا إلى ورقة اللاجئين كورقة ضغط انتخابية في المراحل الانتخابية. في سياق الحديث في ذات الموضوع، المطالبات استندت على قصة عائلة سورية قالت أو قيل أنها تتقاضى 4600 يورو كمساعدة شهرية. ما تفاصيل هذا الخبر تحديدا وكيف تم استثماره من قبل أصوات اليمين؟ نعم، طبعا قضية العائلة السورية هي مؤلفة من أب وأم وسبعة أطفال، والرقم 4600 يورو طبعا هو يعني يوجد جزء منه للأبوين والجزء الآخر للأطفال، وإضافة إلى ما يقال بمساعدة السكن، يعني المبلغ مجموعه 4600 يورو. ولكن تخيل يا سيدة، على سبيل المثال تعني نعمل عملية حسابية أنا وأنت الآن على الهواء، يعني سبعة أطفال وأمهم يحتاجون إلى منزل لا يقل بأقل الحالات على 5 غرف. إذا قلنا مثلا يوجد غرفة معيشة وغرفة للبنات وغرفة للأبناء وغرفة للأم والأب وبالتالي وغرفة للأطفال، يعني بغض النظر هذه الشقة بشكل أو بآخر إيجارها لوحدها 2000 يورو في فيينا، تمام؟ 2000 يورو في فيينا، يعني مساحة لا تقل عن 100 إلى 150 متر. هل 100 أو 150 متر يلحقها شهريا ما تقريبا 500 يورو كهرباء وطاقة وما إلى ذلك، فبالتالي نصف هذا المبلغ أو أكثر من نصفه عفوا تقريبا ذهب إلى 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 إيجار الشقة. أضيفي على ذلك منذ الحرب الأوكرانية إلى اليوم، يعني من 2022 إلى 24، أسعار المواد الغذائية تضاعفت تقريبا، يعني أصبح الأسعار بجميعها بالضعف، فبالتالي العائلة السورية تحصل على الحد الأدنى من المعيشة، الحد الأدنى من الفقر، لا يوجد مبلغ إضافي. ما استثمرته الأحزاب بالأحرى الحزب اليميني يعني وحزب يمين الوسط، أن كيف على شخص جاء امبارح إلى النمسا وعم يحصل ثاني يوم على 4600 يورو من دون ما أن يعمل ساعة في النمسا، فبالتالي هذا الشيء الذي تم استغلاله واللعب ودغدغة مشاعر الناخبين ضمن هذا الشيء، يعني مثل ما قلنا في بداية حديثنا كأنه هذا الشخص اللي حصل على هذه المساعدة سرقه من جيب هربت كيكل رئيس حزب الحرية أو سرقه من جيب مواطن هو حصل عليه بشكل رسمي على حسابه المصرفي وبشكل قانوني كذلك بناء على لوائح داخلية للدولة النمساوية. فبالتالي أضيفي على ذلك أستاذة أمينة أن حتى بعض المهاجرين واللاجئين اللي هن فعليا اشتغلوا واندمجوا كما تفضلتم في تقريركم نسبة لا بأس بها، بقول لك اليوم إيه أنا مع أنه أن لا يحصل، تخيل اليوم أن لا يحصل اللاجئ مباشرة على هذا المبلغ الذي بدنا نقوله بالمحصلة. يعني اليوم حتى الأحزاب اليسارية صارت تنادي بخصخ، يعني بإعادة جدولة هذه المساعدات، إعادة صياغتها، إقرانها باندماج حقيقي، إقرانها بعمل حقيقي، طيب. إقرانها نعم. نبقى في سياق المساعدات، هناك من يسأل اليوم ما مدى اعتماد اللاجئين السوريين في النمسا على هذه المساعدات، وهل نحن على يعني أمام نسبة كبيرة تفضل عدم العمل مقابل الحصول على مساعدات وإعانات شهرية؟ صراحة يعني إحصاءات رسمية، يعني إحصاءات السنة اللي فاتت تقريبا يوجد شريحة كبيرة من السوريين يعني تتجاوز 30% بهذيك الفترة، طبعا أنه فعليا داخلين بسوق العمل ويعملون، والشريحة الأخرى تقريبا هي تخضع لدورات الاندماج وتعلم اللغة الألمانية، وشريحة أخرى فعلا هي يوجد شريحة لا بأس بها موجودة ضمن معادلة اللاجئين
شريحة فعليا تعتاش على المجتمع، لا تريد العمل، لا تريد تعلم اللغة. يعني فعلا بقول لك أنا عم بأخذ مبلغ كويس وعايش أموري تمام، وأنا أرفض العمل أو أني ما بدي أعمل أو بضلني ضمن دورات اللغة. ولكن ما هو الخلل بهذه المعادلة؟ صحيح عندما يقوم اللاجئ أو الشخص لا يريد العمل بنقول له حقك، ولكن كيف حقك عندما يكون هناك دورات لغة غير ملزمة، غير يعني أنت مش مهم عندك مستوى لغوي معين آيس أو أصفاي، يعيده 50 مرة ما في أي مشكلة، بيضلوا بعيده وبتضل الدولة بتدفع له، وبتضلوا بتلاقي مدارس لغة تعمل وتعتاش أيضا، موظفين نمساويين أيضا يعتاشون من هذه المعادلة الغير منضبطة والتي أسس لها حزب الشعب من خلال وزير الاندماج بسنة 2015 سيباستيان كورس، والذي أصبح لاحقا مستشار وزير للخارجية ثم مستشارا للنمسا ثم خرج من الحكومة بقضية فساد. فمع الأسف هذا الكلام حتى لو كان صحيح ولكن لا يمكن أن ننسبه بشكل كامل للاجئ، لأن سياسة الاندماج بشهادة كل الأحزاب السياسية المعارضة أن سياسة فاشلة. طيب في سياق الأرقام والإحصائيات، تقرير الاندماج أشار إلى أن 70% من السوريين يعملون ويدفعون الضرائب، هذا من جانب. ما أهمية هذه الأرقام وسط هذا التحريض على اللاجئين السوريين؟ لا أعتقد أن هذا الرقم دقيق للغاية صراحة، الرقم أقل من ذلك بحكم أن في الفترة الأخيرة أو لا أعلم لأي سنة صراحة يستند هذا التقرير، لكن هذه السنة وهذا التقرير صادر عن يعني تقرير الاندماج هو تقرير حكومي. لك 70% من السوريين يعملون؟ نعم يعملون ويقومون بدفع الضرائب. طيب في حال يعني كان هذا الكلام يعني هذا اعتراف حكومي ضمني بأن السوري المتواجد في النمسا والذي يعمل يقوم بدفع الضرائب المستحقة عليه. السوري الذي يعمل فعليا يدفع الضرائب، ولكن 70% من السوريين الذين جاءوا إلى النمسا هم يعملون، هذا الكلام قطعا غير صحيح. خاصة في فيينا يوجد يعني الشريحة الأكبر من المهاجرين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بصراحة هم من السوريين أيضا ضمن الإحصاءات الرسمية، ونحن في انفوجرات يعني هذه الأخبار ننشرها من مصادرها بشكل صحيح. أنا لا أشكك يعني لربما يكون في أرقام شبيهة أو قريبة من هذا الذي تفضل فيه. المهم ماذا نريد أن نقول؟ نحن لسنا في خطاب سياسي أو انتخابنا نتحدث فيه أنا وأنت أستاذة أمينة. القضية أن يوجد لاجئين جاءوا، يجب أن يكون هناك سياسة اندماج صحيحة يندمجوا ويعملوا من خلالها حتى يتحولوا من صفة اللاجئ إلى صفة المواطن أو صفة يعني الشخص الذي هو فعليا يساهم في بناء المجتمع وفي بناء الحالة ويساهم في الضرائب وفي هذه المعطيات التي تحدث. فبالتالي مع الأسف الشديد الحالة الانتخابية يتم الاستغلال كل ما يمكن استغلاله. يعني هي بصراحة أستاذي في أوروبا الحالة الانتخابية هي حرب بقاء للسياسة. يعني الحزب الشعب اليوم الذي هو فعليا يحكم في النمسا قبل 5 سنوات كانت نسبه تتصل إلى 35%، اليوم نسبته حوالي 20%، فهو خسر شعبية، خسر قيمة كبيرة من ناخبيه. فبالتالي هو مستعد أن يستغل أي شيء من أجل أن يبقى في المستشارية والخارجية والداخلية والسيطرة على مؤسسات الدولة السيادية. بصراحة النمسا بعد 29 من سبتمبر المقبل هي مقبلة على مرحلة مفصلية في حال تغيرت الحالة السياسية من اليمين إلى اليسار، من يمين الوسط إلى أقصى اليمين. فبالتالي كل الأحزاب السياسية الآن ستستغل بشتى أنواع المفردات اللي ممكن أن نتخيلها تجاه وضد العائلة السورية هذه التي أصبحت كما قلنا هي فعليا شعارا انتخابيا ويرفع على اللافتات بالشارع. يعني فعليا قريبا سنرى في فيينا ممكن أن يصور ويكون ضمن موادكم برامجكم 6000، طبعا هن عملوا من 4600 إلى 6800، بضيفوا عليها التأمين الصحي، بضيفوا عليها زيادات معينة، فعليا هي تصل إلى 6800 يورو، تخيلي يعني اللي بيحصل عليها. فبالتالي هذا رقم يسبب الفزع للناخب النمساوي، فيذهب فورا بشكل لا إرادي إلى انتخاب الحزب اليميني الذي سيخرجه من هذه الظلامية، مع أن كل هذه الأرقام كما قلنا في البداية تحق للسوري ولغير السوري وهي في القانون وليست ضمن أي حالة احتيالية.
طيب في سياق الحقوق والواجبات، يعني اليوم ما هي الصعوبات التي تقف بوجه عامل أو عمل اللاجئ السوري بشكل نظامي في النمسا، وهل تساعد السلطات النمساوية بهذا الأمر؟ لا نستطيع أن نقول لا يوجد مساعدة، يوجد مساعدة إلى حد جدا يعني إلى حد مقبول خلينا نقول، ولكن ليس بالقدر المطلوب الذي يلزم الشاب والشابة والشخص على أن فعلا أن يكون جزء من معادلة العمل الموجودة هنا في النمسا. عفوا شو شق السؤال الأول؟ آسف كأنه نسيت عنه. شق السؤال اليوم ما هي الصعوبات الأول التي تقف بوجه عمل اللاجئ السوري في النمسا؟ طبعا هي الصعوبات هي فعليا صراحة بداية أكيد هو العامل الأساسي موضوع اللغة، العامل الإضافي هي الخبرات الإضافية الموجودة عند اللاجئ مثل تعديل شهادة ما أو أصلا لا يوجد عنده شهادة ولكن يعرف حرفة ما من سوريا، فبالتالي يحتاج هنا إلى دورات إضافية، إلى ما يقال باللغة الألمانية أوسبيلدونج، يعني دورات تدريبية معينة، معهد ما لإعادة صياغة هذا، فبالتالي بهذه الحالة من الممكن أن يدخل لسوق العمل، ولكن هذا مقترن بشكل أساسي بأن يكون هناك سياسة اندماج حقيقية ومنصفة و طيب في هذا السياق وبناء على المعطيات التي ذكرتها أنت الآن، هل تساعد السلطات النمساوية بهذا الأمر؟ كما قلت لك يعني قلت لك هذا الموضوع يتطلب مشروع اندماج حقيقي. اليوم الأحزاب النمساوية يعني مجتمعة الأحزاب الرئيسية الثلاثة تنادي يعني كما يعني تقريبا بما يقال بسنتين اندماج. هذه السنتين يجب فيها على الشخص أن ينهي تعلم اللغة الألمانية وأن يكون أيضا لربما عدل شهادته بشكل معين، أصبح جاهز للعمل. بعد سنتين سيلزم بعمل ما وصولا إلى سوق العمل وابتعاده عن نظام المساعدات الاجتماعية. فبالتالي حتما يوجد تأمل بالحكومة المقبلة. الآن الوضع كارثي، وضع الاندماج في النمسا الآن ما فينا نوصفه بأكثر من كارثي. يعني للآن لكل من يسمعنا ويشاهدنا في هذه المداخلة الهامة أن المساعدات الاجتماعية قطعا ستتغير وسيعاد جدولتها بعد الانتخابات ضمن المشروع الانتخابي المقبل، وأن سياسة الاندماج حتما سيتم تشديدها، لأن اليوم الأحزاب اليمين واليسار متفق على تشديد سياسة الاندماج وإعادة هيكلتها، وهذا صراحة لا يصب إلا في صالح اللاجئ نفسه في حال فعليا حصل على أو تم إدراجه ضمن سياسة اندماج حقيقية ومنصفة. تابعنا أيضا تصريح لزعيم حزب الحرية النمساوي وتتعلق بزيادة عمليات الترحيل في حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية القادمة في النمسا، ما إمكانية تطبيق هذا القرار وهذه التصريحات؟ يعني مع كمان هذا الموضوع طبعا أيضا تنادي به الأحزاب خاصة حزب الحرية وأيضا حزب الشعب بشكل أو بآخر للوصول إلى 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 لاجئين صفر، إلى اللجوء صفر، إلى الرقم صفر، يعني فعليا هذا الذي سيصل به. والنمسا اليوم فعليا هي وصلت إلى يعني تراجعت الأرقام بشكل كبير في أعداد اللاجئين إليها. يعني قبل أيام اعتقلت الشرطة النمساوية على حدود كارنتن مع سلوفاكيا تقريبا 8 سوريين نساء وأطفال وشباب، يعني عائلة تقريبا، يعني قال لك الجميع رفضوا أن يقدموا طلب لجوء في النمسا، يعني رفضوا البصمة اللي هي تلزمهم على اللجوء. فبالتالي أصبحت النمسا بسبب سياسة رفض اللجوء أو الترحيل أو إعطاء إقامة مؤقتة أو مهاجمتهم من خلال وسائل الإعلام من خلال قضية 4600 يورو، فأصبحت النمسا دولة غير مرحب بها بالنسبة للاجئ ولا يريد أن يقدم بها أي لجوء. طيب. وأن يذهب، مع أن النمسا حتى عام 2018-2016 تعتبر من أفضل دول الاتحاد الأوروبي للجوء، وما زالت فيينا حتى اليوم يقال عنها بصراحة هي جنة اللاجئين، لأنها هي التي تقدم أفضل المبالغ بالنسبة للمساعدات على مستوى أوروبا. شكرا لك على كل هذه المعطيات وهذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من فيينا الصحفي أحمد مراد. أهلا وسهلا.